طبعا يا جايز انا مريضه وصوتي على حافه انه يروح، وقال الدكتور اريح صوتي وما احكي كثير، بس تعرفوني كتوم كثير، واصلا يعني مثل ما تطلبي دكتور انا راح انفذ اوامرك. تعالوا احكي لكم موقف الاندر ايج اللي صار معي. المهم يا جايز، فاتوا التنين الولد والبنت. اول ما فاتوا قالها نق اللي بدك اياه معك، تنق اللي بدك اياه. طبعا مقوي قلبه، الخمس ليرات كامله بتصرفها عليها، قابض العدية وجايين نطلع طش بعد العيد، طش ما لها حل. المهم اول ما وصل على الكاش راح كلها نق نق اللي بدك اياه. طبعا هي شو انبسطت، قوت قلبها بزياده، قالت لي بدي اشي فيه مشروب طاقه. انا احنا بالعاده ما بنبيع اشي مشروب طاقه للصغار، كثير صغار، بس انا ضلتني ساكته لاني انا عارفه ما راح يشتري. لما قالها نقي اللي بدك اياه بلشت تنقي سوس، ونقت يمكن خمس اشياء مع مشروب الطاقه. انا ضلتني ساكته، فبقول له خلصت؟ بقول لي اه. بقول له خلصتي؟ بتقول لي اه. قال لي اعطيني انا كمان زيها. حلو، انت كمان بدك واحد زيها. المهم خلصت وكتبت لهم، قلت لهم بتحب اكتب اسمكم؟ قال لي اه. قالت لي اكتبي لي حبيبه زيد. كتبت لها حبيبه زيد. قلت له انت شو بدك اكتب؟ قال لي اكتبي لي مرتي على الكاس. انا حاسه حالي بقى بكتب عقد زواج مش باخذ اوردر. اي والله انا حسيت حالي بكتب عقد زواج قاعد مش باخذ اوردر، مفكره حالي قصر العدل. المهم خلصت وعطيتهم مع دائلهم، خلصت وخلصت وحطيت لهم الكاسات وكتبت اسمائهم كل واحد جنبه قلب حب وبوس وابشر شو. قلت له 13. قال لي لا احنا عمرنا 15. قلت له لا الحساب 13، يعني كمان عمرهم 15 سنه. ولكم انت وبتبيب البنات كمان ماسك البيب وبتبيب، ولك انا عمري يصير عمري 24 سنه وما ببيب، ولك بعمرك كنت اشرم حياه جلد واشمها، شو بتسوي انت وهو؟ حطيت لهم الاوردر قلت له 13. طبعا هو زي كانه ابوه مسك وهو بدخن، لسه لو حدا حكى له ابوك مسكك وانت بدخن وجهه ما راح يصير الوان زي هيك. وجهه صار احمر، سكت زي هيك، بقول لي احنا بدنا الصغيره. قلت له الصغيره يعني انت منقي خمس شغلات بالكاسه، طبيعي التنتين يطلعوا 13 دينار. فانا حكيت له 13 ليره من هون، هو بلّر سافر تفكيره، سافر اجته هواجيس. انا قرات شو بفكر فعله، اقصد بالله قرات شو بفكر فعله، زي كانه حرفيا طول هو بفكر. قال انا كبيري معه اسبوع اصرف طش 13 ليره، انا عديتي كلها بقى اجت 13 ليره، بصرف 13 ليره على خمس طشات. فشو عمل؟ حربوه الولد، حربوه، رصها على ايدها وقال لها انت اصلا الدكتور منعك من مشروب الطاقه، قال لك ولا لازم تشربي صحيح. بتقول له اي دكتور؟ طبعا هي غبيه. بتقول له اي دكتور؟ بقول لها الدكتور قال لك ممنوع تشربي مشروب طاقه، امشي خلص تعالي، ممنوع نقي شيء ثاني. بتقول له لا انا بدي هذا الشيء. يعني ضلت مصره على هذا الشيء، وبعد اصرار كبير فكر. قلت لكم حربوه، بتعرفوا شو عمل؟ قال لها طيب خليكي انا بدي اروح اسحب من البنك واجي. قلت له في عندنا فيزا؟ بقول لي لا لا لاني بدي اعرن على ابوي ابصر شو. قلت له اوكي تمام. قال لي جهزي الاوردر. اعطاني الاوكي. طبعا هو اعطاني الاوكي وانا فكرته زلمه، وعملت الاوردر والبنت شربت كاستها وضلت كاس طول غاب. حطيت له كاسه بالثلاجه، ولكو غاب له ابو ساعه زمان. قلت لها رني عليه شوفي وينه. رنت عليه، بتعرفوا رنت فصل، اول ما رنت فصل، رجعت رنت كمان مره فصل، بعتت له فيلد ما بتوصل الرساله، ما بتوصل. بقولها يمكن فش شبكه في البنك وسحبتك الاي تي ام انت، يعني مش فاهمه انا وين انت اختفيت. المهم بقولها رني، ارجع رني عليه، ترن ما بيرد. المهم قالت لي عاد ترن عليه من تلفونك، عطتها تلفون محل ترن عليه.